مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. يوم خاص جدا حقيقه في حياه الاهلاويه، في ايام كده بنستناها من السنه للسنه. القمه 120 هي عنوان اليوم النهارده بالنسبه طبعا لكل اهلاوي. بالتاكيد حقيقه ماتش مهم، يعني قول ثلاث نقط مهمين نقول ماشي، قول نحسم مسابقه الدوري بشكل كبير برضه شغال، لكن الاهم والاهم الحقيقه وانا شايف انه يمكن ده يكون المكسب الاساسي ان شاء الله باذن الله لما يكون الفوز النهارده حليف النادي الاهلي، هو الدفعه المعنويه اللي ناخدها، خصوصا طبعا وحضراتكم عارفين انه الزمالك منافس محتمل في نهائي ابطال افريقيا. اهلا وسهلا بحضراتكم، تغطيه خاصه جدا في يوم خاص جدا ومناسبه مهمه جدا بالنسبه لعشاق الاحمر. المارد الاحمر النهارده بيقابل نادي الزمالك في القمه 120، وان شاء الله باذن الله يكون النصر والفوز حليف النادي الاهلي. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، ومساء الخير على احلى جمهور في الدنيا، جمهور النادي الاهلي. زيه احمد قال الحقيقه انه بالرغم انه في فرق كبير جدا بين الاهلي والزمالك في جدول الترتيب، الا ان النهارده يوم مهم جدا، والنهارده ماتش الاهلي والزمالك ماتش مهم قوي، مش بس عشان الثلاث نقط، يعني الدوري بيقول ان هو شبه محسوم لينا، لانه مهم جدا للدفعه المعنويه اللي هتديها للعيبه لما يكسبوا ماتش زي ده. دايما بنقول عليه بطوله خاصه، دايما مباريات الاهلي والزمالك مباريات القمه هي متعه كره القدم المصريه، يعني كلاسيكو وتراز كلاسيكو وديربي من طراز خاص يا احمد. يعني دايما بنقول انه ده بسبب الروح التنافسيه اللي بتبقى موجوده دايما في الماتشات اللي زي دي وبين الجماهير. بس الحقيقه انه بنتمنى زي ما بنتمنى ان احنا نشوف متعه في الملعب، بنتمنى برضو ان هي تبقى قمة في الأخلاق زي ما تكون برضو قمة في متعة كرة القدم. نتمنى أن نشوف شكل حضاري جدا يليق باسم بلدنا باسم مصر، لأنه الحقيقة مش بس مصر اللي بتتفرج علينا، كل العالم بيتفرج علينا، الوطن العربي بيتفرج علينا. عايزين نطلع بشكل حضاري، وعايزين جدا المكسب النهاردة بإذن الله يكون للنادي الأهلي، لأن جمهور الأهلي يستاهل الفرحة دي. ثلاث ساعات بتفصلنا عن المباراة المنتظرة الحقيقة، وفي خلال الساعة اللي جاية هناخد حضراتكم متعرف على آخر الكواليس ما قبل بداية اللقاء. هنحاول نشوف أخبار اللعيبة إيه، هنشوف طبعاً كل التفاصيل متعلقة بالمباراة، والحقيقة معنا أكتر من لقطة مهمة جداً لعشاق وجمهور الأحمر. بس خلينا نبتدي النهاردة مع الحاوي، واحد من الحقيقة من اللعيبة أصحاب البصمات المهمة والعلامات الفارقة في مشواره مع النادي الأهلي، خاتم سليمان زي ما بنسميه. الحقيقة يمكن الثواني أو الدقائق البسيطة جدا اللي حضراتكم هتتابعوها دلوقتي تكشف لكم قدر وأهمية لعيب بحج وليد سليمان اللي أطلق عليه جمهور النادي الأهلي الحاوي. من الثبات ماشي، من الحركة شغال باليمين وبالشمال بالراس وعالطاير، من كل مكان الحقيقة داخل المستطيل الأخضر هتلاقي لوليد سليمان بصمة مهمة جدا في مشواره مع النادي الأهلي.